المسيح قام. أنا كتير بفرح لما بدي بشر بقيامة يسوع، لأنه بتذكر التلاميذ الأوائل والرسل لما اكتشفوا عظمة هيدا الحدث وركضوا كلهم بس حتى يخبروا الكل إنه يسوع قام من بين الأموات. بس مش بس هيك، يعني أنا هلأ بتخيل حالي راكض معهم حتى خبر أنه قام. بس مش بس هيك، بفرح بهيدا العيد لأنه كل كلمة بقلكن إياها وبوعظة على مدار السنة، قيامة يسوع المسيح بتأكد لي إنه اللي عم بقوله صحيح، وإنه أقدر كفي وبقوة وبجرأة وما خاف من الموت حتى. يعني حتى إذا في موت ما بخاف منه، لأنه المسيح قام. قام وهو باكورة الراقدين، يعني كلنا سوف نقوم مع المسيح. شغلة تانية، كل مرة بنقرأ الإنجيل لما مننتهي منقول للمسيح يسوع التسبيح والبركات من أجل كلامه الحي لنا. مش عم نحكي كلام كتب ميتة، قصة حدا ألفها كتبها منقريها أخذت جايزة عالمية منتسلى فيها بعدين منحطها على الرف بعدين بتروح. لا، كلمة حياة لليوم. مين ما بده يفتح هذا الكتاب ويقرأ الكلمة بطريقة يقدر يعيشها ويختبرها مع يسوع، رح يكتشف أنه يسوع حي، يسوع قائم من الموت. طيب يا جماعة، أنتوا بتعرفوا أنه إيماننا المسيحي كله مبني على موت وقيامة يسوع المسيح؟ لم ينطلق التلاميذ للبشارة إلا لأنه قام. قبل لا، وقت اللي شفوه عم بيموت ليسوع المسيح خلصت القصة، أحلام راحت، أفكار راحت، كل شيء دهور وتحطم. تخيلوا هيدا الشعور يلي كانوا عم بحسوه، والعاطفة اللي كانوا عم 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 بينتلوا منها كل مرة بيحكوا مع يسوع، عم بحسوا إنه الدنيا كلها بيسوع. هون الدنيا، هون بيوقف الزمن، هون بطرس بيترك مرته وعائلته بيلحق يسوع، هون الأعمى بيرجع له نظره ما بهمه شيء من الحياة بيلحق يسوع، هون الأبرص يلي معزول بيلحق يسوع، والمرة النازفة والزانية وغيره 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 كلهم قالوا لقد وجدنا الحياة. وإذ بشوفوا الحياة تنطفي على الصليب، شو بدهم يخبروا بعد؟ معقول يروحوا يخبروا إنه مرق حدا اسمه يسوع المسيح، والله عمل عظائم، عمل عجائب، قوم الموتى من القبور، لعازر شاله من القبر، جمع الدنيا كلها بورشليم ترحب فيه لأنه سمعوا بالخبر بس مات. شو بعد بدي بخبرية أنا لعازر؟ شو بدي بعجائبه كلها اللي عملها؟ شو بدي بكل كلمة قالها؟ تخلص القصة هناك. من هيك قيامة المسيح هو حجر بناء ما يسمى المسيحية بهيدي الأرض، وما حدا عنده هيدا الإيمان أو هيدا السر إلا المسيحية، ما حدا عنده إياها، ما حدا عنده إله إنسان مات وقام إلا بخرافات الكتب. خرافات حدا مؤلفهم ممكن تلاقون بالقصص اليونانية القديمة، خرافات بس منعرف أنه حدا كتبها لأنه مش واقعية من نسج الخيال. أما يسوع ما رأته عيوننا، ما لمسته أيدينا، ولكن الناس التقت فيه، التاريخ كتب عنه، عمل خضة بوقته. ما فيك تقول مش موجود، ما فيك تقول الأكفان مش موجودة، ما فيك تقول القبر الفارغ مش موجود، ما فيك تنكر حضور إنسان اسمه يسوع المسيح على الأرض. ولما تقول مات وقام، ما فيك تنكر أنه كان الله، كان الله بذاته. وليش لا؟ نحن منحب الخرافات. أنا بحاجة بس أنه يكون في عندي الله بهذا الدنيا بس هيك من أجل الخرافات؟ لا، لأنه في حقيقة أنا مختبرة. كيف مختبرها؟ بكل كلمة قالها يسوع. روح طبقها بحياتك، رح تكتشف إنها كلمة حياة من أجل كلامه الحي لنا. فإذا يسوع لم يمت، وكل حدا بده يختبر قيامة يسوع بده يكون يسوع حي في لإله مش برا. تبهوا لهالكلمة، ما فيك تلاقي يسوع ولا حتى بالكنيسة إذا لم يدخل تعليم الكنيسة والقربان المقدس وكل أسرار الكنيسة، إذا لم تدخل يسوع ليصبح حي فيك. هذا يلي بيقوله القديس بولس،
بيقول لم أعد أحيا أنا بل إن المسيح هو الحي فيا. لما بتعيش يسوع بتحس حالك وبتكتشف إنك لن تموت. بقولك سبحان الله شو هالسر العظيم. لما بتقشع الحقيقة، لما بتعمل خير، شوفوا الناس المؤمنين يلي عاملين خير بحياتهم، يلي بيعرفوا يسوع، يلي مسلمين أمرهم مثل أيوب الصديق، كل ألامهم وأوجاعهم سلموها ليسوع. روحوا شوفوهم عند ساعة الموت، شو هالناس يلي مش عايشين بهالدنيا، مش موجودين هون، في حياة فيهم مش منهم، في حياة أقوى منهم عم بيعيشوها، ولكنه اختبار، اختبار يلي بأكد انه القبر فارغ وانه يسوع المسيح حي. بواحد كورنثوس الفصل 15، اذا بنسأل حالنا نحن المسيحيين لو لم يقم المسيح شو كان صار، بجاوبنا عنه القديس بولس بهيدي الرسالة بواحد كورنثوس الفصل 15. ليكوا شو بيقول، كم نقطة على السريع. لو لم يقم المسيح تبشيرنا باطل. شو عم نبشر؟ لو رجوع رح نخبركم شو إلى طعم نروح نحن نخبر ونتلقى اضطهادات ويهددونا بالموت، وآخر شيء كل واحد يموت موته أشنع من التاني ببلد غريب ما بيعرفه، غريب عن وطنه عن أرضه، ترك الدنيا كلها ليبشر بشو؟ بخبرية. لك كيف يا عمي؟ كيف لليوم بعدهم في ناس بصدقوا إنه نحن اخترعنا المسيحية؟ ولك اللي راح على الهند، واللي راح على أوروبا، واللي راح على بيزنطيا، واللي راح على آسيا، واللي راح على آخر معمر الله ليموت لوحده، هو عم بيقول لهم هناك الله تكلم معنا وأحبنا ومات وقام. تجي بتقول له إيه أنت عم تخبرنا خبرية؟ شو طلع لي منها الخبرية؟ طلع لي منها يقتلوني مصلوب بالقلب مثل بطرس؟ طلع لي منها قطع راس مثل بولس؟ طلع لي منا بالأسهم يشكشكون في مثل القديسين وجلد وسلخ لجلده ويزتوني للأسود ليكلوني؟ والله شو هالخبرية الحلوة، روحوا نبشر بشي ما له طعمة ولحد الموت ومش موجود من نسج الخيال. من وين بتجيب قوتك؟ من وين بتجيبها؟ ما في يا جماعة، إذا هيدا منه حقيقي ما بتقدر تبشر فيه. من هيك عم بيقول القديس بولس لو لم يقم المسيح تبشيرنا باطل، ما في البشرة السارة. هي بدي خبركم بشرة صالة، خبرية حلوة. الله يلي صلينا له وعيطنا له وصرخنا له قلنا له خلصنا يا رب، أتى إلى العالم. العمي يبصرون، العرج يمشون، المخلع يقف على رجليه قدام عيوننا. بشرة سارة للكل، أتى الخلاص. من مين؟ من واحد مات على الصليب. وينه؟ مات. طب ما قدر يخلص حاله؟ فيك تسأل ساعتها السؤال بكل رياحة. بيرجع بيقول لو لم يقم المسيح لكان إيماننا باطل. ما في إيمان، نحن بشو مؤمنين؟ ما في عنا إيمان بشيء، نؤمن بما ليس موجودا. كلمة الله حية لم تمت. من هيك عم بقلكن أنا بفرح بهذا العيد، لأنه كل كلمة موجودة بالإنجيل تحيا فينا. يسوع حي فينا، حي بكل واحد فينا من خلال كلمته. إذا أنت مش مختبر الكلمة أكيد ما رح تفهم عن شو عم نحكي. إذا أنت تسعى لاختبار الكلمة فإيماننا ليس باطل، لأن من قال هذه الكلمة مات وقام. فقال لك حب، هيدا الحب لو في 100 حد عم يقتلوا بهالدنيا ولكنه حي لأنه قام. يلي قال لك اغفر، يلي قال لك سامح، يلي قال لك كن قوي، يلي قال لك الحكمة يا ابني الحكمة، يلي قال لك دين ذاتك قبل ما تدين غيرك، عم ولا غيرك شو بدك غيرك يعمل لك. كل هالوصايا يا جماعة هودي وصايا تحيا، وما بيقدر يختبرها الميت بهيدا الدنيا يلي ما بده يقوم مع يسوع المسيح. لو لم يقم المسيح بيقول بولس نكون شهود زور على الله. عم بتكذب انت باسم الله، جايب الله وعم بتكذب باسمه. ولكن يقولون ما رأيناه، ما سمعناه، ما لمسته أيدينا. كمان بيقول نكون بعض في خطايانا منفصلين عن حياة أبدية أو ما يسمى بالحياة الأبدية. في كتير ناس بيحكوا عن حياة أبدية وكتب بتحكي عن الخلود، صح ولا لا؟ بس حكي. أما بيسوع المسيح لم تعد كلاما، أصبحت حقيقة.
الخطيئة يا جماعة قتلت يسوع المسيح. لو لم يقم لكنا بعدنا في خطايانا. ليه؟ لأنه إذا نحن خطايانا يلي لليوم بعدنا بنعملها عم تقتل الحقيقة، فإذا كان لازم تخلص الحقيقة من زمان وما يبقى إلا خطايا. ليش بعد في قديسين؟ ليش بعد في ناس مؤمنين؟ ليش بعد الحياة مكفاية وفيها خير رغم كل الشر؟ لأن هناك من بررها، هناك من برر هذه الحياة بدمه النقي. مات بالخطايا، بالظلم، بالاحتيال، بالقلة العدل، باللي بدكن ياه، بالمرض، بالضرب، بالألم، بالوجع، كل شيء حملناه ليسوع وفات هو ياه على القبر، ولكنه قام. فإذا نحن قادرين ندفن كل هالأمور وكل هالخطايا ونوقف على إجرينا ونكفي بيسوع الحي فينا. وآخر كلمة بيقولها بولس، لو لم يقم المسيح، أكيد بيقول غير قصص بس ما رح طول كتير عليكم، رجاؤنا فقط في هذه الحياة بيكون، لو لم يقم المسيح رجاؤنا فقط في هذه الحياة. يعني في ناس كتير بيقولوا يا خي ما في حياة بعد الموت، ما في شيء اسمه الله، ما في ما في ما في، نحن عايشين هون. بيقول سمعين بفيلسوف اسمه جون بول سارتر، هيدا فيلسوف بيقول، هو بيحكي عن الوجدانية existentialism، يعني الوجودية، انه نحن موجودين. بقلب الفلسفة تبعه بيقول اذا الله مش موجود الحياة سخيفة ما إلى معنى. تخيلوا شو عم بيقول، عم بيقول اذا ما في الله، هلا ما عم بحدد اي الله، بس اذا ما في الله بهالدنيا شو إلا طعم الحياة؟ لشو منعيش؟ على أي أساس نحن منتعاطى مع بعضنا؟ لما منحكي عن العدل على أي أساس منحكي عن العدل؟ نسبة لشو؟ لما منحكي عن المغفرة نسبة لشو؟ إذا منحكي عن النظام الكوني اللي موجود وبنتمثل فيه وبنتأمل فيه بحياتنا نسبة لمين؟ كيف نوجد هيدا الذكاء، هيدا النظام، هيدا التجدد يلي بيحيي حاله بحاله، هيدي الملايين من السنين التي لم تنتهي فيها الحياة على الأرض وبعدنا منخلق وبيجي أجيال من بعدنا يختبرون هذه الحياة وما في الله؟ شو عم نعمل؟ شو جايين نعمل؟ ومنفل؟ حدا بيعرف شي طريق نفل فيها من هالدنيا؟ ما في شيء نعمله يا جماعة، إذا الله مش موجود ما في إلا ما في إلا قيمة حياتنا. أشبه من؟ جيت من وين؟ رايح لوين؟ كله هودي أسئلة ما بقى لهم طعمة. فإذا يا جماعة المسيح قام وهو حي في كل واحد منكم. يعني الألم بس تتطلعوا بالقيامة، الألم عنده نهاية ما بكفي، والموت منه النهاية، بتكفي الحياة والقصة. يعني وصايا ربنا حقيقة أبدية لأن لم تنتهي ولا يوم. قام من الموت، يعني كل كلمة قالها من هلأ إلى دهر الداهرين ما بتتغير. يعني إذا منعيش الوصايا عن جد لا نموت، لأنه الوصايا بذاتها، الكلمة بذاتها التي كانت تحيا بيننا بالجسد لم تموت. فإذا هذه الكلمة ذاتها لن تموت، وقادرين نحن نحيا إذا منعرف نعيشها. وآخر كلمة بلكن إياها، الله يا جماعة ليس بعيدا، والله ليس مائتا. بيقول نيتشه قتلنا الله، بيقول قتلنا الله، معه حق، قتلناه بفكرنا وبإيماننا وبأفعالنا، بس لا، ما حدا بيقدر يقتل الله لأنه حي إلى الأبد ويحيى في كل مؤمن منا. والإيمان يا جماعة بده أبطال، لأنه أخطر شيء الإيمان. اللي قلت لكم عن الرسل أنه عندك إيمان بشيء من كل قلبك، إيمان بالله الحب، صار في شيء عايش فيك ما بتقدر تفهمه، بتروح تبشر فيه حتى ولو على قطع راسك، حتى ولو بدك تتعرض للإهانة والموت والتكفير، ترفع راسك وبتقول له يا رب استلم وديعتك. المسيح هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Christos anesti epnekron thanaton, thanaton batisas, ketis entithnimas i zoi ftharisamenos. Messiah qama min bein al-amwat, walati al-mawta bil-mawt, walahal al-hayata lil-ladina fil-qubur.